السلام عليكم، شكرا شباب، ان شاء الله بخيركم على عراقي من قناه دراجون راك 2011، وانا ايضا اخوي صديقي اوس من قناه ان اي جيمنج. شلونك حبيبي؟ شلونك قلب؟ الحمد لله. انت شلونك ابو عطوان حبيبي؟ ورده. طبعا اليوم جايبين لكم لعبه من سلسله جزء حسب سلسله طويله، بها سوالف وحاشي وكلام جميل على ذكريات جيمنج، ذكريات جيمر. شنو رايك بالضبط؟ والله فتسي وايام قبل فتسي كلش حلوه اللعبات. ستريت اوف ريج هاي اللعبة عن هذه ذكريات كلش حلوة. انت شنو بالنسبة لك؟ والله تاريخ اقولك انا اخذ الاشقر، يعني على قاعدة شعر موت لي اقرأ شوية. لا انا اخذ بنية خوش رجل عزة تخبل بس عدها شامة، هاي المشكلة. ايش بيه الشامة يا ابو الشامة يا ابو الشامة ستريت وان. طبعا هاي اللعبة اكيد تذكروها، غنية عن التاريخ والحد الان موجودة يعني بصراحة. هلا انت بتنبسط؟ ايه لعزون فرندي فاير. لا فرندي فاير هاي شو دربت دو دبرت دربت اه هي حلوه. يلا لا 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 وقع خطي، روح على العضلات راح اطق علي عضله تبع الرجل ماتي على شفك رجل ماتي ويا 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 ايش تيدك فاش دفعتها. اه تدري هاي اللعبه شلون؟ الله والله وديك والله وديك ايام ايام قبل. ها وصلتني هذا وطلع واحد من المحل هاي غير بسطي ابو لا اطول لا لا زنك هذا هوب 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 تعالك وياه تعال لا لا زن لا هي هو اللي زنني خلاص خلاص تسوي هالفيكة اذا انحصلت دوسي شو اسمه اي او لزمته بوكسات شلالي اي اه انت دمك 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 هو قليل خذ الدم يلا اي انا بطل مع العرق دا جرب البطل تجرب البطل خذ الدم خذ الدم يلا امشي يا الله يا مقبل يا بس والله يعني ما تتصور رجعتني هيجي قيامة ايام هيجي كلش حلوة يعني ما اعرف ليش احس هاي الالعاب القديمة احلى من هسه مع العلم هسه جرافيك وتلعب اونلاين وهي ايام قبل فكرة اللعبة ما موجودة من الحديثات. الحديثات دي يركزون على الجرافيكس ويركزون انه اللاعب اكثر شيء يقتل وهذني هذا مو مثل هذني فيها قصة يعني حساب ضربة اكثر من ضربة الله يوقع. يعني كم مرة ضربت انت؟ مرة واحدة مشان ضايق. خلي البوري عوف الله يخليك عوف. خوش بوري. شبرت لك واحد. ايه شفته طهر. طهروني. يعني انت شوف هيجي بسبب يعني القصة قصدك مثلا؟ لا القصة. مو بس القصة يا اخي كلش اسعدك انا اقول لك نادرة ما تلقى لعبة على الجيل الحديث انه بيها شو اقول لك بيها هاي حرب الشوارع الذكريات مو حرب الشوارع الذكريات يعني بيها لعبة حرب القصة هي هاي القصة شو اسمه يعني ما تلقى هيجي لعبة بيها بيها صح. هذا اللي الموجود هسه يعني مو موجود يعني شو اقول لك نمط اللعب ولا القصة ولا حتى بالضبط يعني ها تدري هاي بداية اللعبة هاي هسه احنا قبل ما كنا نعرف انجليزي جوز من كنا صغار لكن هسه بالضبط. هسه من قرأت اللعبة بالبداية قبل ما اشغلها من كنا نقدر نحضر كان مكتوب فيها انه كانت المدينة في سلام وسلام في حب وسلام الى ان اتت عصابات كثيرة هيك يعني هسه القصة ماكو هيك طلعت هو اللي درب هلا هلا بالحاتة هاي عوف إني صاري صاري عوف إني عوف إني تعال شوية تعال شوية برا 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 تعال طبيها خاخ ايه ها أنت والحاتة أبطا هلا 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 بوكسات الشلالية ما أعرف أحس أخذ هاي الحاتة لك أنا حاتة شو أدوي الحاتة الأخ والله والديك ترجع لي شوف هاي الحركة ايه شوف هاي الحركة شوف هاي الحركة اللخ ايه هم انتتني بالصندة الصندة لا هو الوحش اهو مبين منه اغنية تغيرت يبو هو ثير ثير شانو بس واحد شانو واحد انا ذكر قبل شانو بس واحد هذا هاي موت تعال هاي هاي من تستلمه ماكو يستلمه يضربيه ينزله بيده دوس اكس يعني دوس شو اسمه القمزة ايش راح يسوي؟ راح يفتر دارما دايره الله وبعدين طاني شلاف دبالك راجع سكينة ما لا سكينة ما تراجعت لك ما تمام العلسة ولا لا؟ لا ما اعتقد لا العلسة اي غلب لبعض
لازم تاخذ دم تدير باك لازم تاخذ دم. عندنا سحر واحد تدري لحد عندنا سحر وما استعملنا سحر. عندنا سبيشل ما هو سحر. هو احنا قبل كنا نسمي سحر لكن طشين الدنيا. سبيشل هي خاص عليك. قبل كنا نسمي سحر احنا تدري لا لا والله انا اقول هي خاصه يعني خاصه اللاعب خاص. انا عشان اقول سحر سحر حد يعني هو سحر شيء هو يخابر على الشرطه يجون يضربوا له قنبله. ايه احنا كنا نسمي سحر تعال تعال لا مستقيم ما فلوس تعال كذا اخذ الفلوس اخذ الفلوس بيدك ما حد يفيدك يلا فلوس 25 ابو عطوان 25 دينار 25 دينار على قبل وشان لقيت جيجارة والله ما ادري شنو يا دربك ابو عطوان تفجرنا شمرها دخانة هاي دخان اي اختنقت انا من يمي اختنقت تأثير التدخين الله 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 سكينة هذا هذا ايش ما عليك دخولك يعني ما ادري يعني مع العلم ايش قد التطور صار بالالعاب مع ذلك تحس اللعبة الالعاب مع ذلك تحس انه اللعبة الالعاب مو يعني تغيرت تحس الالعاب هسه صارت الربحية اكثر ما صارت الحياة القصة القديمة يعني هسه ما عرفتك ما عرفتك صارت له بالورا شنو بنيت احصرك من اللي وراها يا ولد والله المره انا اجيك من ورا هسه وانت ما تدري دوخه اضربك صارت وانا اقول عليك ترى الجو والله بس اجرب شو اسمه قصاصه يومي بالقصاص والله اجيك والله اجيك يا اخي تعال اكو طريقه يشبرها شغل ما ذكر يا دقمه اي هلا 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 هاي مثل شو اسمه هاي اخذت شو اسمه انت زياده ما ادري شنو خلينا نوصل البوسز ذكرنا السحر على حسابك سحر سحر شنو فلوس فلوس شو اسمه بس شي من لساني انت دعوف شبعتني بوكسات خرب شبعونا صوندات خرب بيننا لا صد استلمناها اكس مربع ايه اكس مربع من انت اللي اسمه بيدك ما اكو دوس علي هو شمرني يدقوا مال قمز يقفز فوق موت ايه انت شنو السالفه هاي خرب انت شنو والله شوف بعت لي قتل استلم له هاي وطبيعي اكس مربع على تاتك اكس مربع شوف قبل تحس انه اللعبه هذا بو الله تعال انا اقول لك قبل تحس انه اللعبه شو اسمه يعني بساطه بها تقوم تفكر بكل شيء بيه تفكر بكل شيء باللعبه خيالك واسع خيالك واسع هسه صار قمنا ندور جرافيك وانا شو قبل ما دورنا جرافيك احنا ولا كنا بس نقول شوف الحقيقه شوف الحقيقه ايش تقول شوف الحقيقه ما ادري رفعتك هيا كونفو باندا صوندا هو اللي هذا من هذا اوه هذا شو اسمه يقدر يضرب السكينه يذبها هذا ساحر ما يموت بسهوله انا اتذكر بصعوبه شو هذا معاه مهرج كافي كافي ايه كذا اريد اغنيه مال بوسس اذا طلعونا شو اسمه عشان اسوي حركه يعني اقمز من تلزمه بيدك اه مره اوه اخو اخي معاوز استحق رب انه من كان قبال الحقير هذا ما شمر السكينه من راح بعيد يلا شمر اخ رب قلب الدجاجة شواني تعال اكلت الاكل عدا ادعوك لك اياه والله تنعلس راح تنعلس راح تنعلس هو تدمك اكثر مني ينعلس ينعلس بعد لا انت دمك اكثر بعطوان تيصلح لا يا بيت دمك اكثر انا بلاير 2 ايه انا بلاير 2 بيك استلمت اخوخ ضربي الحاتة مالتي ضربين انا ايه الحاتة كتبتها يمه شات دفرة من عندك كده على راسي خلاص ايه تبعتك ضخة وتموت ايه هسه شو تسوي هذا الشغلة الحين اكو حركة يجوز حياته انا دست سبيشل انا دسته قبلك هاي مات هلا 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 يا مالتي شوف 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 هذا الخرط لا مو وزن الخرط مال اوس هلا ويا شوف صعدت خلصت؟ خلصت خلصت؟ اوكي حطيهم انا هاي مالتي سحر
ماكو بدي اشتغل السحر مالتي ليش؟ ليش مدريني يا معطوان؟ ها سويت شفت نسيت. انا مالتي قاذفه شلون قاذفه ناريه؟ هذول مو يشبهون هذا الفيلم سلسله افلام الرعب مال ذولا؟ اي نايت مير نايت مير نايت مير ستريت ما ذكر اسمه هي نايت مير ذكر بس هي خلصنا راوند 2 كلير خلصت شباب بس شنو السمات بعد كبيره ما ادري إيه. انا احس ايش اسمه لها طعم قبل هسه احسها صارت سخيفه هسه نادر ما تلقى لك لعبه تعيش بيها قصه حلوه يعني عندك مثلا لاست اوف اس اي بالضبط ابداع عندك حتى انتل داون تحس بيها قصه تحس بيها يعني عوالق فيلم اجنبي وانت البطل المغلطه صاير اي بالضبط هسه صارت كلها حرب قتل جرافيك ندور هسه عندك هاي مثلا لعبه مال باتل جير ما عجبتني يعني ما لعبتها ما اعرف ما لعبتها بس يقولون عليها كلش حلوه ما لعبتها والله بس يعني من طريق اسلوب اللعب مالتها ما عجبني ما ادري ليش الله يا 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 ابطال النينجا ابو عطوان ذكرها شبري ابطال النينجا اولي يجوز الحلقه الجايه نسويها نلعبها فقط على المشاهدين يقولون شباب صحيح فقط على المشاهدين طبعا شباب اذا تريدون تقدرون ولو هي اللعبه نفسها يشوفوها على عندك وعندي ايه من منظور انا حتكون من منظور ابو عطوان من منظور تصويري او فيس كام مالاني كشاشة نفسها ترى ترى صدق الفيس كام شنو لك نخلي بال يعني ترفع لي وقتك الفيس كام ايه الصراحة ايه احلى هيا ويلي وارجع تبكلي خرب مني الله شوي سكينة اشمر على واحد لا مش ايه عبالك كيكي اشمر سكينة والله ادري تعلمت والله اشمر قاعد ابكلي ويلي رد اوف ليش ليش يا شو ورد عليك تعي يا الحاطة تعي انا الليسبيانس بين اخطر حاجي خوي قصب فاروانها تموت سنها الحادث كتك لا والله شو حدها ناخذ الروح مروح هاي دخان ما يسمونه جد اكو قنينة الله عملية حركة قنينة لا بس حركتها ميك رجعت بكل هذا يوم الثلاثي اسف مو هاني الحادث اضربها الحادث مشفقة بيك بيانو بطنة بيك صارت روح قاعد العب دعابة انا في البطن دعوفهم مثلا زي قلت لهم هاي الجهة وهم الوحوش من جهتك مو بشر بس غلط انا شمرت لك غلط وحوش صدق احنا نسميهم وحوش خلينا لك حتى زمان كان حتى نلعب وكان يعني نوعا ما بدنا نسترجع البشر نسترجع الذكريات والله العظيم حتى طريقة الحكي مالتنا كنا نقول وحوش فشنا نسميهم اعداء لا مو اعداء كنا بس وحوش هذا وحش كلش قوي الوحش الاخير كلش صعب هذا اي وحش ما كنا نسميهم قاعد نسميهم بوس احنا اي هسه بالجديد بوس على الانجليزي هو اللي جاب مطور ابو عطوان اي سكينه اضربك بيها تتعور لا يمك لا يمك وشو نشمر سكينه على الطريقه الكيكيه ماكو اي خش هذا خش ويلو كله بطنب كله بطنب اسف بالغلط قل لي هاي انا الله الله يا الله خرب هو ده ابو مو انا ابو ده جرب عليه هذا بعد كم ها زلمه شفت ضربت هذا برجلي بعد الحركه الخنفشاريه اي خنفشار عمي فشي خنفشاري تبع طبعا ايش عمك اخوف مرات اعوف بوس البوس هو اثنين اوه هذا كرها انا اموت من اصدق ويلي سريع نزمت هيك بيدي وذبيت الهاون هل بالهاون انتظر لما يصيرون بنص الشاشه يلا تدوس السحر قصدي شو اسمه لا كل مكان هي
لا لا ما اعتقد. لا داك المكان ابو عطوان هي من ضمن الصورة في اللعبة على الاله. زين وذا ذولا واحد باعوا من ناس استفاديره بعيدين كلش. لا كنت بابا حيطيرون وقعوا شفت ويش بسرعين وهذا بس تشينا شغل الموضوع. الله يعني هرب انه ما اقدر هذا بس تشينا شايله بخليها بطنه ويتحرك. طب تشينا ما عليهم قوية اعتقد علسناهم ايه علسناهم والله حلوة راوند 3 والله حلوة اقولك نعب الراوند الاخير وهذا الهوز الثالث هو راوند 3 هذا هاي بيها راوندات هي يمكن 50 مدري 100 راوند كذب. لا لا مو درجة لا يعني خلينا نقول هيك يعني مو رأسا ها صعدت الروح انت دائما اكثر مني مو اكثر هواي والله صدق لا تلعب صدري ابا عم شمرني هل نسى صدري هذا صار بنفسجي هذا شوف هاي قبل كانوا يسوون هاي الحركات مع الشعر وهذا وهسه قاموا يسوون صدق كذا نصنف عليهم ماكو ايه سواه مصدق عشت ايدك وقعت كلهم ها ها الله كله اوه بس انا العب عجوستك انا العب عجوستك كبر اللي فور انا على الكيبورد ما الحاسبة وشون ده السيطر عادي السيطر انا بالكيبورد فشي الحاتة حاتة سودة صارت من القهر اسبور قاعد بصولدي والله هواية كانت صندات من عندها بعض معان انا خايف لا يجي يوم انه الالعاب تفقد الروح مالتها لا ما تفقد لا ما تفقد لا والله تفقد بالقلب تفقد ليش تروح بعيد احنا ان شاء الله السيجا شوف السيجا مادام احنا موجودين نقدر نشوف يعني الجيل الجديد هاي النوع الالعاب صحيح. يعني قديمه بس هاي صح تكون ممله بس اكو بيها رغابه بيها حتى تكون قديمه يقول لك هاي حلوه هاي والله حلوه ولا شايفها شايف بس كول اوف ديوتي اني يعني ما بيها شيء فاده هاي بالنسبه لنا صحيح بس انا اقول لك شغله وكلامك صحيح والله منطقه صراحه منطقه بس انا اقول لك شغله يعني انه مع ذلك الناس يعني الجيل الجديد خلينا نقولها يعني الجيل الألفين وفوق هذول الشباب الجيل الحلو الجديد ترعرعوا على بلاي 1 وبلاي 2 اي صح يعني شلون نقول جزء هاي الالعاب ما يتابعوها او ما يرغبونها مثل ما يرغبون بلاي 4 بالضبط بالضبط يعني ما عاش مو بوقتهم مو احنا مو مثل وقتنا احنا صح بس مع ذلك ترى تدري انت بالعراق كل شيء تلقي تدري ولا لا اي صح يعني السيجا تلقى موجود كل شيء بعد العلم انه السيجا موجود هسه السيجا هسه بامريكا غير صاير تراث تدري ولا لا متحف اي مبي خلينا بالمتحف شركة السيجا كان انا مرتين على سيت الله ابو حطوا خلي عليه خلي على معازمني تعالى غدا خلي عليك بقى قد يزن صدري قرب ان هذا انا عدا سوى حركات شو شبع لك هذا مش مدريني اقول لك اذا اكو اكل خلينا انا اكل اي خدت روح حمزين طرف من هذا روح الرابع صرنا متعادلين ها جديد هذا كونفو يمكن بدل ملابسه بس هو بس اللون هيا الفكرات السيجا وهاي بدون اللون هذا عدو جديد على اساس عدو جديد هم كلهم مشابهين لا ايه هو نفس الشيء ذا بكتر توقع من هالفتحات ايه في بالك انت خطيه استلموه من ورا يمكن دار وذر لك بيك يزاز باني باني هو شنو اخو حركة ولوك شبع لك كتل جدري اجا هذا بزيتشي هو بزيتشينا هاي طب نص الموضوع مو يتطورون كل ما تجي مراحل خذ الدم خذ الدم خرب لا والله جيب عكتين اي والله هو لا اي خطر شنو نقول دم ما نقول اخذ الهيل اي غلس زين انت ايام قبل تدري اكبر غلط نحكي 24 ساعه احنا بالمفردات الانجليزيه شو الانجليز ما يحكون عن مفردات عربيه شو معنى احنا نحكي قاعد
صحيح. أدري يعني هاي شغلات بغرض عدا أضرب وخذ خذ السكينة. عفية. إذا لاحظت العدو يصير مضاعف بالضبط إذا تلعب فردي أو زوجي. أي نفس المستوى يمكن. لا يضاعفون العدو. الوحش يصير وحشين. بالضبط. ذن اللاعب يعني. أي صح. مو هي هاي هي نمط اللعبة إنه يلعب زوجي بيها بنفس الجهاز سيجا. فهم يحطون لازم. أنا أحب اللعبة هم. أنا أحب اللعبة لما تكون بشاشة واحدة بس لما تنقسم الصار ما حلو بالنسبة قبل يعني. ما أحب السكرين صح. قبل شاشة الكراش يقسموها بالنص كراش على بلاي ون. إيه بالضبط ما سيارات ما كراش يابا. حلو. قد حلو ذكر أي حلوة أي تحشيش بيها. بردقة دوم دوم دوم. إيه صح. مو الجو الحلوين خلاص اعمل السبيشال مالتي انتظر خلي فوت اوه دبو حبيسه يبو ابو عطوان هذا يشبك يشبني هو اقرعي بس مو بسبلي لا ولا الدرجة والله يا ابو عطوان ما اكل فلافل شوف ما اكل فلافل ما اكل باشا اصلا جاي يلا استلم تاكسي مربعاني وين غازي يطلع من حلقه زي ما يطلع من غير مكان هذا يفيدنا ببغداد نطبخ فيه تمن وخيمة رد تشيله وقع علي والله العظيم رد تشيله وقع شوف وقع علي انت بعد عليك يلا اخ مات ها هي مات ها هي يا شباب شو تقولون؟ اي والله المقطع صار شوية طويل بس صراحة كان كلش ممتع ايه فتشي رجعنا ايام قبل والله ان شاء الله ترجع الروح الجيبريه اي ان شاء الله ترجع هاي اللعبه عندي كلش ذكريات حلوه والله هذا الشيء مو طبيعي اوكي شباب ان شاء الله عجبتكم اللعبه هاي احنا بالسفينه نجوز نلعبها اوفن الواحد انا وياسر اوكي ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وسبسكرايب ان شاء الله بالحلقه الجايه انا وانا نلعب لكم لعبه اخرى وذكرى للعبه اخرى ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وسبسكرايب يدي وانا مع السلامه مع السلامه